الله بركات طلاب الصف الاول الاعدادي، اهلا بيكم معانا في وحده الهندسه. والنهارده ان شاء الله هناخد درس مفاهيم وتعاريف هندسيه. تعالوا شوفوا مع بعض الدرس بيتكلم عن ايه. اول حاجه عندي مفهوم القطع المستقيمه. القطع المستقيمه مفهومها ايه؟ هي مجموعه من النقاط الواقعه بنقطتين مختلفتين. يعني انا لو عندي قطعه مستقيمه رسمتها كده، والنقطه دي بدايتها اسمها الف، وهنا اسمها بنهايتها اسمها ب. القطعة المستقيمة دي محصورة ما بين ألف وب. يعني إيه محصورة؟ يعني رسمها بيكون أو قياسها بيكون طول ثابت حسب ما بتترسم. 5 سنتي تبقى 5 سنتي، 10 سنتي تبقى 10 سنتي، وممكن نحط عليها أكتر من نقطة. يعني لو حبيت مثلا أحط هنا نقطة وأسميها النقطة ج، وحبيت هنا أسميه أحط نقطة كمان وأسميها النقطة س. يبقى القطعة المستقيمة كنا بنقول تعريفها إيه؟ هي قطعة مستقيمة تبقى محصورة ما بين نقطتين، وممكن تحمل عليها أكتر من نقطة. المفهوم الثاني عندي الشعاع. الشعاع هو ايه؟ هو قطعه مستقيمه لها نقطه بدايه وممتده من احدى الجهتين بلا حدود. تعالوا نشوف كده شكل الشعاع بيكون ازاي. ادي شعاع نقطه بدايته هي النقطه دي، وكنا زمان بنقول لك ان هي ده راس الشعاع، يبقى دي الراس بتاعته وهو ممتد كده الى ما لا نهايه. الراس دي اسمها الف. برضو انا ممكن احط على المستقيم ده، على الشعاع ده، اكتر من نقطه. احط النقطه دي واسميها مثلا النقطه ج، وممكن دي اسميها النقطه ب. بيمتد، يعني بيمتد من الجهه دي الى ما لا نهايه، وكل ما يمتد كل ما هقدر احط عليه نقط كتيره جدا. يبقى الشعاع هو تعريفه ايه؟ هو قطعه مستقيمه لها نقطه بدايه وليس لها نقطه نهايه، او ممتده من احدى جهتيها من احدى الجهتين بلا حدود. المفهوم اللي بعد كده مفهوم المستقيم. المستقيم هو عبارة عن ايه؟ هو برضو قطعة مستقيمة، بس المرة دي ممتدة من الجهتين، مش من جهة واحدة زي الشعاع. ممتد من الجهة دي ومن جهة من الجهة دي، برضو امتداده بيكون بلا حدود، يعني الى ما لا نهاية. يعني المستقيم ليس له نقطة بداية وليس له نقطة نهاية. بعد كده هنتعرف على انواع الزوايا. الزوايا دي احنا خدناها قبل كده في السنوات السابقة، بس نحاول نفتكر تاني اشكالها ونشوف احنا كان عندنا كام نوع من الزوايا. الزاويه هي اتحاد شعاعين لهما نفس نقطه البدايه، وهذه النقطه تسمى براس الزاويه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف مع بعض كده، هنحاول اوضح لكم يعني ايه راس الزاويه في الاشكال اللي ان شاء الله اللي هنتطرق ليها دلوقتي. اول حاجه عندي نوع من انواع الزاويه، الزاويه الصفريه. وليه سموها زاويه صفريه؟ الزاويه الصفريه دي هي قياسها بيساوي صفر. لان ليه بقى بيساوي صفر؟ عشان ضلعين الزاويه منطبقين على بعض تماما. يعني انا لو عندي دلوقتي الشعاع ده وعندي الشعاع ده، تمام، دي اضلاع الزاويه. شايفين كده ان في زاويه هنا؟ لا، الضلع ده منطبق على الضلع ده تماما، عشان كده سمينا الزاويه هنا قياسها صفر. طيب فين راس الزاويه؟ راس الزاويه هنا. الزاويه دي راسها الف، تمام، ممتدة من عند ج ب، ودي النقطة دي اسمها ج. يبقى الزاوية دي عشان اقراها لازم اقراها كويس صح. رأس الزاوية دايما بنتق ما بين الحرفين، يعني ما ابدأش رأس الزاوية اقول ألف ج ب، لا، هقول يا إما ب ألف ج، أو لو هبدأ بج يبقى ج ألف ب. لأن احنا لو طلعنا الضلع ده شوية كده وحولنا خلناها زاوية حادة مثلا، هتبقى هنا ألف، هتبقى هنا جيم. يبقى لازم أقرأ الزاوية كده جيم ألف ب، لازم رأس الزاوية يكون بين الحرفين دول. تاني نوع من الزوايا، الزاوية الحادة. الزاوية الحادة دي هي زاوية أكبر من الصفر وأقل من 90 درجة. تعالي كده نشوف شكلها. أدي ضلع أهو، وأدي الضلع التاني، وهنا الزاوية. اتحاد الشعاعين عمل عندي ايه؟ عمل عندي زاويه من جوه وراس الزاويه من بره، يبقى دي اسمها راس الزاويه، ودي قياس الزاويه بيكون من جوه. ده شكل الزاويه الحاده. الزاويه الحاده دي طبعا مش ثابته، ممكن تكون عندي قياسها 40، ممكن تكون 55، ممكن تكون 89، اهم حاجه ما تبقاش 90، لازم تكون اصغر من 90 واكبر من الصفر. عشان برضو اقرا الزاويه دي صح لازم يكون راس الزاويه بين الحرفين دول، تمام. انا اقراها دلوقتي هقول مثلا ا ج ب،
وممكن اقراها برضو ب ج الف. انا ليه باكد على قراءه الزاويه صح؟ لان في ناس كتير قوي بتوصل لمرحله اعدادي ومش عارفه تقرا الزاويه، فما بيقروش الزاويه صح. ما ينفعش امشي اقول الف ب ج، ما ينفعش اقول مثلا ب الف ج، لازم راس الزاويه يكون بين الحرفين دول. يبقى اقول الف ج ب، او امشي العكس كده ب ج الف. النوع الثاني الثالث معايا من الزوايا، الزاويه القائمه. الزاويه القائمه بقى دي زاويه ثابته، قياسها ثابت ما بيتغيرش، قياسها 90 درجه. تعالى كده نفتك شكلها. الضلع ده والضلع ده لما اتحدوا مع بعض كونوا زاويه قائمه. كنا زمان بنقول لكم في الصف الرابع ان كلمه قائم يعني تعامد، يعني الضلع ده لما تعامد على الضلع ده كون زاويه قياسها 90 درجة، يعني زاوية قائمة. ولما أقول إن الزاوية دي قائمة يبقى ضلعي الزاوية دول متعامدين. التعامد يعني قائم، وقائم يعني أضلاعها متعامدة. تعالوا نشوف الزاوية المنفرجة. الزاوية المنفرجة هي زاوية قياسها أكبر من 90 وأقل من 180. آدي شكل الزاوية المنفرجة، هي اضلاعها يعني تحس ان الضلع ده يعني الزاويه واسعه شويه اكبر. احنا كنا واصلين للزاويه 90، كان الضلع ده واقف كده عمودي على ده، الضلع ده جه كده شويه مال تجاه الشمال شويه، فالزاويه وسعت. يبقى الزاويه كده ايه بقى، اصغر من 90 ولا عدت 90؟ لا، عدت 90، وسعت يعني بقت اكبر من 90. بقى دي كونت زاويه منفرجه. يبقى الزاوية المنفرجة مالها؟ هي زاوية أكبر من 90 وأقل من 180. يعني ممكن تكون الزاوية دي 91، ممكن تكون 110، تكون 130، ممكن تكون 179، لكن بس المهم إن هي ما تكملش ال 180، بتبقى أصغر من 180 درجة. برضو دي رأس الزاوية، عشان أقراها أقول زاوية أ ب ج. تعالوا نشوف مع بعض الزاوية اللي بعد كده، الزاوية المستقيمة. هي زاوية قياسها 180 درجة. الزاوية دي، الزاوية المستقيمة دي هي زاوية مستقيمة لأن هي لما أجي أرسمها تبقى مساوية للسطر اللي بتترسم عليه، يعني على استقامة كده واحدة. مجموع الزوايا فيها بتساوي، أو الزاوية دي مجموعها بيساوي 180 درجة. برضو الزاوية دي زاوية ثابتة زيها زي الزاوية القائمة. زي ما الزاوية القائمة واقفة عند 90 درجة، دي برضو ثابتة عند 180 درجة. تعالى بعد كده نشوف الزاوية المنعكسة. الزاوية المنعكسة بقى دي زاوية انعكست، يعني لو الضلع ده جينا عملناه كده 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 نزلناه شوية، يبقى الزاوية دي حصل لها ايه؟ وسعت قوي، يعني كبرت عن ال 180، عدت ال 180. يبقى الزاوية المنعكسة دي مالها؟ هي زاوية قياسها أكبر من 180 وأقل من 360، يعني أكبر من الزاوية المستقيمة وأقل من قياسات مجموع قياسات الدائرة. أدي الضلع ده، تمام؟ الضلع ده كان هنا مثلا أو كده، لما نزل 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 عدى ال 180 درجة، تمام؟ كون زاوية إيه؟ زاوية منعكسة. الزاوية دي بقى بقت إيه؟ بقت أكبر من الزاوية المستقيمة، أكبر من 180 درجة. دي برضو رأس الزاوية، لو رأسها هنا ألف، الرأس عندي هنا جيم، يبقى عشان أقراها أو أقرأها كويس أقول ألف جيم ب، لازم رأس الزاوية يكون بين الحرفين دول أو بين أطراف أطراف أضلاع الزاوية. الطرف ده أو النقطة دي اسمها ألف والنقطة دي اسمها ب، ولازم تكون جيم محصورة ما بينهم. تعالوا كده نشوف كمان مثال. عندي بقى التعريف اللي بعد كده، الزاويتين المتجاورتين. هو ده بقى، دي الحاجه الجديده معانا في اعدادي. الكلام اللي احنا قلناه ده كله كلام درسناه قبل كده في الاعوام السابقه. ايه الجديد معانا؟ الزاويتين المتجاورتين. تعالوا نشوف مفهوم الزاويه دي عباره عن ايه. هي تكون الزاويتين متجاورتين. امتى اقول الزاويتين دول متجاورتين؟ اذا اشتركتا في راس وضلع وكان الضلعان الاخران في جهتين مختلفتين من الضلع المشترك. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لو عندي الضلع ده والضلع ده، ادي ضلعين،
الدلعين دول موجودين في اتجاهين مختلفين، الدلع ده مرسوم كده والدلع ده مرسوم كده، ده في اتجاه وده في اتجاه تاني. تعالي كده نشوف الزاوية دي اسمها ايه؟ الزاوية دي اسمها ب. يبقى الزاوية دي كده اسمها ألف ب ج. جيت من عند الرأس ب دي رسمت الدلع ده. الدلع ده عمل ايه في زاوية ب؟ قسمها لزاويتين. الزاويتين دول بقى اسمهم زاويتين متجاورتين. لو انا هسمي النقطة دي مثلا د، يبقى انا كده عندي كام زاوية؟ زاويتين. الزاوية الأولى اسمها ألف ب د، والزاوية التانية اسمها د ب ج. دول بقى اسمهم زاويتين متجاورتين، يعني جنب بعض بالتجاور. تعالوا نشوف كده النوع اللي بعد كده. عندي الزاويتين المتتامتين. الزاويتين المتتامتين دول مجموع قياسهم بيساوي 90 درجة. يبقى الزاويتين المتتامتين هما زاويتين مجموعهم قياسهم بيساوي 90 درجة. تعالوا كده نشوف الزاويتين اللي بعد كده. عندي الزاويتين المتكاملتين، ودول زاويتين مجموعهم بيساوي 180 درجة. يعني 180 درجة، تفتكر الزاوية دي ايه؟ أكيد الزاويتين دول لازم يكونوا على استقامة واحدة. ليه؟ عشان الزاوية اللي مجموعها 180 درجة هي الزاوية المستقيمة. يبقى الزاوية المستقيمة دي اترسم عليها زاويتين مجموعهم لما أجي أقيس أو أجمع الزاوية دي مع الزاوية دي بتساوي 180 درجة. هناخد بعد كده في إن شاء الله في الدروس اللي جاية الكلام ده بالتفصيل، وهنعرف هو بيتحل معانا ازاي وشكل الأسئلة فيها بتيجي ازاي. ناخد آخر مثال معانا. بيقول لي إذا كان أ ب د و د ب ج زاويتين متتامتين، فإن قياس زاوية ب ج د ب ج بتساوي، هشوف مع بعض الزاويتين. الزاوية دي أ ب ج، أنا عندي هنا ضلع مشترك في الزاوية دي. الضلع ده أنت بتقولي زاويتين متتامتين، يبقى على طول لما أجي أجمع الزاوية دي زائد الزاوية دي يساوي 90 درجة. مجموع الزوايا المتتامة بتساوي 90 درجة. طب أنت مدينهم 30، يبقى دي بكام؟ هقول خلاص طالما متتامتين يبقى مجموعه دي ودي 90، يبقى أقول 90 ناقص 30 بيساوي كام؟ بيساوي 60 درجة. يبقى قياس زاوية ب ج د ب ج د ب ج بتساوي كام؟ بتساوي 60 درجة. وده كان آخر حاجة معانا في الدرس النهاردة. نرجو أن تكونوا استفدتم إن شاء الله، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.